ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام كويسة. هايدي، انت عارفة انا بحبك قد ايه ولا لا؟ عارفة. وعارفة ان اللي بيحب حد بيحب يعرف عنه كل حاجة وشاركه كل تفاصيله وكده، صح؟ صح، عشان كده انا دايما بفتش وراك عشان بحبك. عارف وفاهم ده كويس، ما بيضايقنيش على فكرة، بس انا ماليش بقى في شغل الستات واللف والدوران، وعشان كده عايز اسالك وش انت مخبيه حاجه عني؟ انا يعني تكون في حاجه مثلا مخبياها، خايف اني ازعل لو عرفتها؟ انا بقولك قولي عادي، انا مش هزعل من حاجه. لا انا، انت عارف يا حمزه، انا كتاب مفتوح. يعني انت مش مخبيه اي حاجه؟ اكيد لا، لا خالص. عارفه برنامج بحبك موت مع اسمه بتاع الراديو ده؟ عارفه. طيب يا حبيبتي، انا عايزك تسمعي حلقة النهاردة وتعملي مداخلة كمان. ليه؟ هعمل لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ لا، لو قلت لك بقى مش هتبقى مفاجأة. اسمعي الحلقة بس.